بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 25 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس مركز البحرين للمجوهرات وكؤوس البورش برعاية بهبهان للسيارات، وكأس شركة شيفرون وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة كأس البورش للشوط الثاني من السيد حسين شيرازي المدير الإداري لشركة بهبهان للسيارات، وذلك بعد فوز الفرس ريادة لإسطبلات سموه بالمركز الأول. كما قام حسين شيرازي بتقديم كأس مركز البحرين للمجوهرات للشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس مركز البحرين للمجوهرات للشوط السادس إلى المالك الفائز جميل الباش، كما قام بتقديم هدايا من مركز البحرين للمجوهرات إلى الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بالشوطين الرابع والسادس. فيما قام الشيخ سلمان بن راشد بن محمد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى المالك الفائز جاسم محمد أسد، ثم قدم السيد باسم بطيشة رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون كأس الشركة إلى المضمر الفائز يوسف البعينين، فيما قدم السيد توفيق شرف العلوي كأس البورش للشوط الثامن إلى رائد البعينين، وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.